نعم. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. ما معنى هذا؟ كيف نؤمن باليوم الآخر؟ نعم. نؤمن بكل ما يكون بعد الموت. كموت بهالا بمتبني هونو هلا نجر ما منه. هذا الإيمان باليوم الآخر. إيه هينة أتما منه ومترش حكم. الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. كموت بهالا بمتكسته هلا قستت. ماذا يكون بعد الموت؟ كموت بهالا من دكستة. خروج الروح. روح موتى. قبض الملائكة لها. ملائكة متوجبة. صعودا بها للسماء. ودى سماء يزوات وطان. تفتح أو تغلق لها باب السماء. يا سماء بر ويكفتها ويزقى لها. ثم عودتهم بها إلى الجسد. دقنا ودى أكالوات من لسد. سؤال الملكين عن الأصول الثلاثة. من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام. ما تيات وش تيك اللو كسوخ تيات وش كفتاري كهيمانوت كهرسول. نعيم القبر. يا قبر صدع. عذاب القبر. يا قبر قطعت. البعث بعد الموت. كموت بوهالا مكسكس. الجزاء. دقنا واقع المدنية. السراط. دقنا شراط من قبل. حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يا نبيات شن حوض. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. كموت بوهالا يمتقن يوهولا باقع مدرشاك انكما من يكاتتان.